ساكن هنا بقالي 27 سنة جنب سينا. أنا عملت الموضوع دوت بقالي ماشية في 10 سنين السنة دي. بسحر الأولاد لأن هم بحب أفرحهم وحاسس إن البلد اللي فيها حاجة اسمها رمضان. هنا رمضان مفيش خالص لان انا الوحيده اللي عملت مسحراتي بالبلد. بس كلهم بيقول لي تعالى المكان عندنا، اقول لهم هو حي بتاعي بس على قد ما بقدر. الناس بتقابلني هتعملي السنه دي، اقول لهم ربنا يقويني ان انا اقدر افرحكم واجي عشان خاطر الاولاد بيقابلوني زي ما انت شايف كده، حب الناس ربنا يقويني وافضل لحد اخر الشهر معاهم، يعني ما تعبش ولا حاجه. الحمد لله رب العالمين. الأمهات هتعملي السحار السنة دي، أقول لهم بإذن الله بإذن الله، وبابا هتجيب حاجتي اللي أنا يعني الطبلة، كان الطبلة اتكسرت مني بروح أعمل لها السماعات، الحاجة اللي تبوظ مني بصلحها عشان خاطر أظبط عشان خاطر شهر رمضان، عشان خاطر أفرح الناس بيها كلهم عارفين. وفي بقى بردك معايا حبيبي، هو يوميا بيجي يمشي معايا يقول لي الأسامي اللي أنا يعني ما أخدش بالي منها نسيتها ولا حاجة. والناس بتقفلي في بردك في البلكونة، لو اتأخرت تقولي لا تعالي بدري عشان خاطر العيال المدارس وكده بيناموا بدري وكده وعايزينهم يفرحوا معاكي، بيبقوا مستنيني. بضطر اطلع بدري، هو المفروض ان انا بطلع متأخر بس انا بطلع بدري عشان خاطر حب الاولاد دي. الحمد لله رب العالمين، بحب الناس كلها. واحد اتنين.